السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن قضية مهمة جدا جدا، قضية جماع شخص غير معلوم. العنوان: تفسير رؤية جماع شخص غير معلوم. طبعا الكلام ده بيشوفه الرجال والنساء، متزوجين وغير متزوجين، سواء اذا كانوا عزاب حتى. ايه قضية ان انا اشوف شخص ويصير بينه وبينه جماع، شخص ده انا معرفوش، والرؤية دي بتيجي ليه، وده بيبقى حديث نفس ولا رؤى؟ دعونا نتعرف على هذا الامر. لو رأى الشخص انه يجامع زوجته، ايه ده، وده شخص غير معلوم؟ لا، خلوني بس ابدا في 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 في, في الرؤيه دي، عشان الرؤيه دي انا سئلت فيها فدخلها في الموضوع. شخص متزوج راى انه يجامع زوجته وكانت زوجته اجمل من الحقيقه، هذه الرؤيه تبشره بالرزق وبالسعاده الزوجيه ان شاء الله تبارك وتعالى. اما لو راى ان الشخص الاعزب انه يجامع امراه لا يعرفها، هذه الرؤية تبشره بمنصب كبير أو تحقيق أمنية أو تدل له على فتح فرصة عمل جديدة إن شاء الله تبارك وتعالى. لما كنا بنتكلم دلوقتي أول رؤية إن الرجل المتزوج يجامع زوجته وكانت أجمل من الحقيقة، عرفنا معناها. طب لو المرأة المتزوجة شافت إنها بتجامع زوجها وكان أجمل من الحقيقة، هذه الرؤية تدل على الاستقرار الأسري والسعادة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب لو الزوجة شافت ان هي زوجها بيجامعها في فترة الحيض، طبعا انا العنوان في حتة وبقول رؤى تانية، يعني الرؤى اللي بقولها دي مهمة، دعوني ابدأ بيها. لو الزوجة شافت ان زوجها بيجامعها في فترة الحيض، هذه الرؤية للأسف الشديد تدل على ان زوجها يكسب مالا من حرام من طريق غير مشروع. لو رأت الزوجة ان اخو زوجها يجامعها رؤية محمودة جدا تدل على الحمل. انا عارف ان الرؤية دي بتصيب المرأة المتزوجة بفزع، اخو زوجي بيجامعني، ايه اللي خلى الرؤية دي تجيلي وعشان ايه، وتبدأ تفكر تفكيرات سلبية. لا، ده الرؤية جميلة جدا جدا وملهاش علاقة باخو الزوج، ولا في خيانة، وان اخو الزوج ده راجل مش كويس، مفيش الكلام ده. رؤية معناها انها ان انت ان شاء الله سوف تحملين في الفترة القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى. تعرفين لو ان المرأة المتزوجة شافت اخو الزوج يجامعها، الرؤية تبشرها بحمل لو اخو زوجها متزوج. طب لو اخو زوجها شاب عسب، هذه الرؤية تبشر اخو الزوج بالزواج، مع ان المرأة المتزوجة اللي شافتها وان هو بيجامعها. ركزوا في الكلام ده، مش هتسمعوه كتير. رؤية المرأة المتزوجة أن زوجها المتوفي يجامعها، هذه الرؤية تدل لها على الخير والرزق والبركة إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية مذمومة جدا، مش عارف أقولها ولا ما أقولهاش. رؤية المرأة المتزوجة أنها تجامع زوجها في قبره، هذه المرأة سيئة، سيئة السمعة. حتى ان بعض المفسرين قالها صراحة كده، المرأة دي هتزني، ومع شديد الأسف. مرأة متزوجة شافت ان رجلا مجهولا، نبدأ بقى نخش في الموضوع، بس الرؤى اللي انا ذكرتها في البداية دي رؤى مهمة جدا وقل ما تسمعونها. رؤية المرأة، رؤية المرأة المتزوجة أن رجلا غير زوجها يجامعها، هذه الرؤية تدل على وقوع مكروه كبير لها ومع شديد الأسف. لو كان هذا الرجل غريبا لا تعرفه، هذه الرؤية تدل أحيانا على الحب بين الزوجين.
رؤية أن الزوج يجامع زوجته في دبورها، ومع شديد الأسف هذه الرؤية تدل على كثرة المشاكل والهموم والأحزان. ومع شديد الأسف لو رأى الرجل المتزوج أنه يجامع زوجته رغما عنها، هذه الرؤية تدل على إهماله لزوجته ولأسرته. طيب لو رأى الشاب أنه يجامع أمه، رؤية مهمة وكثير من الناس بيسألونا فيها، وأحيانا بعض الشباب بيتكسف يقولها، فإحنا بنرفع المؤونة عن الناس. شاب رأى أنه يجامع أمه، هذه الرؤية ليها تفسيرين. التفسير الأول، لو كانت أمه في الحقيقة راضية عنه هذه الرؤية تدل على صلاح حاله، أما لو كانت أمه غير راضية عنه فهذه الرؤية ومع شديد الأسف تدل على قصر عمر هذا الشاب، ومع شديد الأسف وحين تدل على مدى تخبطاته في الحياة. لو رأت المرأة أن الحاكم يجامعها، والحاكم ده مجهول ما تعرفوش بس هو حاكم أو ملك أو رئيس، هذه الرؤية يعني تدل على الفرج وتدل على الخلاص من المشاكل، وأحيانا تدل على ترقي في مناصب لو أنها تعمل. لو رأى الرجل أنه يجامع امرأة زانية لكن هو لا يعرفها، لكن هو عارف أن في المنام المرأة دي زانية، ومع شديد الأسف هذه الرؤية تدل على أنه شخص يهتم بالدنيا على حساب الآخرة، الرؤية ما لهاش علاقة خالص بالسنة. لو رأى الرجل أنه يجامع رجل، إيه في كده؟ آه طبعا. لو أنه معلوم لديه فهذه الرؤية تدل على منفعة قادمة من هذا الرجل الذي يجامعه، في منفعة جاية من هذا الرجل عليه. أما لو كان مجهول فهذه الرؤية أحيانا تدل على المشاركة في التجارة مع أي شخص، ولو كان معلوما أحيانا تدل على المشاركة بينك وبينه. يبقى أنا النهاردة لو بجامع شخص أنا عارفه، إما في مشاركة بينه وبينه، أي مشاركة ممكن تكون تجارة ممكن تكون أي شيء تاني، في مشاركة بينه وبينه، أو أن في منفعة قادمة من هذا الشخص علي، وأحيانا تدل على الشيء الآخر أنا لسه ذكره دلوقتي لو كان مجهولا. أما لو رأى أنه يجامع امرأة مسيحية لا يعرفها، هذه الرؤية تدل على الرزق القادم إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. يا جماعة رؤية المسيحيين مجرد رؤيتهم رؤية محمودة جدا بخلاف رؤية اليهود، فلما يشوف شخص أنه يجامع امرأة مسيحية هذه الرؤية تدل على كثرة الأموال وكثرة الرزق في الفترة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا فيه رؤية يعني أنا سيبها للآخر ومش عارف أقولها ولا مقولهاش. أنا بطبيعة الحال الرؤية المزمومة ما بحبش أقولها، بس ممكن أقولها لسبب واحد بس، عشان خاطر انك تعرف انها رؤية مزمومة فتاخد بالك، لو بتعمل حاجة غلط تقف تعملهاش ما تكملش، عيد ترتيب اوراقك وحساباتك. ايه هي الرؤية؟ لو رأى الرجل انه يجامع زوجته المتوفية، خلي بالك قضية لها يعني لها علاقة بالعمر والصحة والمرض والكلام ده، فيعني لو بتعمل حاجة غلط اقف انتهي. تزورنا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.